لكن ما يخصنا نحن، خلينا نتكلم كده يا ناجي بالبلد البسيط عشان الناس يستوعبوا معانا. في فترة من الفترات الخطاب التحريضي كان ضد ما يسمى به والله يا أخي الإسلاميين، ضد الإسلاميين ونحن ضد الإسلاميين. بعد شوية الخطاب التحريضي بقى ضد الحكومة، ضد الإنقاذ، لأنه الإسلاميين ذاتهم فيه الناس طلعوا من الحكومة. طيب إذا أنت معرفتك ضد الإسلاميين، هو في غازي صلاح الدين ميز موقفه من الحكومة، في الطيب مصطفى الله يرحمه ميز موقفه من الحكومة، في ناس مؤتمر الشعبي ميزوا موقفهم، وانت مصير تتكلم عن الإسلاميين. بعد شوية التحريض عشان ما تخسر ديل، بعد شوية التحريض بيقى ضد الدولة نفسها، ضد الحكومة، ضد الإنقاذ. الإنقاذ مشت، التحريض توقف، التحريض ما توقف، بيقى انتقل التحريض من الإسلاميين كإطار عام للتحريض، للدولة بعد العميقة. شوية للدولة، بعد شوية مشى للجيش، بعد شوية مشى للجيش بحجة إنه الجيش فيه إسلاميين، وبعض البسطاء وبعض السطحيين وما داير أقول بعض السذج صدقوا إنه والله يا أخي المعركة ضد الجيش دي معركة مقدسة يفترض كلنا نواصل فيها، ولا للجيش وتكسير القوات المسلحة، وبيجوا حتى أفراد القوات المسلحة يطاردوا في الشوارع ويطاردوا في المحلات العامة. وشفنا حكومة حمدوك خصصت الإعلام لنقل المشاهد والاحتفاءات اللي قاعدة تصمم ضد الجيش السوداني، وشفنا العمل الكبير جدا جدا الصدي ضد الجيش السوداني. ثم بعد ذلك المؤامرة ما وقفت في حدود التحريض، وقفت في مشت إلى أعمق في أنها تفكك مؤسسات الجيش السوداني، يعني هيئة العمليات. أنت شفت كمية التحريض ضدها، لدرجة أنه وزير الإعلام بيطلع يقول ده انقلاب، وبعض المنسوبين بتاع مجلس السيادة من المدنيين يطلعوا يقولوا ده انقلاب، ويعرضوا المجتمع على هذا، تفكك هيئة العمليات، تحل محلها قوات الدعم السريع وقتها، وتصادر المقار بتاعت هيئة العمليات لصالح الدعم السريع، ويفكك جهاز الأمن الوطني، وتضعف الاستخبارات، ويضعف جهاز، تضعف كل المنظومة الأمنية والعسكرية، بل وكانت المرحلة الجاية تفكيك المدرعات. انت عشان تصل في النهاية لمعركة ان السودان ده يدار بحفنة من الأوباش عسكريين ومدنيين، ويزال بعد ذلك من الخارطة. الدرس اللي نحن دار نستفيده من هذه المسألة الآن، يا جموع الشعب السوداني المثقفين والمواطنين العاديين والشباب والشابات والإعلاميين والسياسيين وغيرنا، ما في دولة في الدنيا ممكن تقوم وممكن تحمي الناس وممكن تحقق فيها المطامح وممكن تنفذ فيها المشاريع المستقبلية وممكن تحقق فيها التنمية وممكن يحمى فيها الناس من غير ما يكون عندها جيش قوي. بالتالي الدرس اللي احنا بنستفيد منه يا ناجي، تاني اي لسان يقول ضد المؤسسة العسكرية يجب ان يقطع بالقانون. يعني نحن لما نطلع من دائرة التمرد هذه ونكسر شوكة التمرد، نجي نقعد نعمل حاجتين، نعمل دستور ينظم الحياة السياسية، ينظم الحياة السياسية من جزء من باب تنظيم الحياة السياسية، أي يد تمتد لعمل خلايا داخل المؤسسة العسكرية أو نقل الصراع الحزبي داخل المؤسسة العسكرية، يجب أن تقطع هذه اليد دون أن نلتفت إلى جهة. ممنوع أنك أنت تحاول تسيس المؤسسة، هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، أي فعل بيمارس ضد المؤسسة العسكرية هذا فعل يرقى للخيانة العظمى، اللي يجب أنه نحن يكون عندنا قوانين جاهزة لتنفيذ أي أشرس وأكبر وأعتى العقوبات ضد أي ممارسة ضد المؤسسة العسكرية.